في ظل الأحداث العالمية المتسارعة والقضايا التي تؤثر على الأوطان والمجتمعات العربية، أصبح من الضروري توجيه الأطفال نحو فهم واع وشامل لهذه القضايا، ولكن بطرق تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الذهنية. صحيح، تربية الأطفال على الوعي السياسي ليس بالضرورة أن يكون عملا معقدا أو جافا، بل يمكن تقديمه بطرق مبسطة وممتعة تراعي طفولتهم وتضمن أيضا عدم تحملهم مسؤوليات تفوق قدراتهم. إذن الأهل يلعبون دورا محوريا في غرس هذه المفاهيم من خلال تقديم معلومات واضحة مدروسة ومناسبة للمرحلة العمرية، ما يسهم في بناء جيل واع بالقضايا المحلية والدولية. ولكن كيف ذلك؟ هذا ما سنعرفه في فقرتنا هذه مع ضيفتنا الاختصاصية الإرشاد الأسري الأستاذ عفاف الصلاحي. مساء الخير أستاذ عفاف. مساء النور والعافية. أهلا وسهلا فيك في ديوان بلقيس. إحنا اليوم حاولنا في هذه الفقرة أن نركز على الوعي السياسي لدى الأبناء، وقبل ما نبدأ نتكلم بالتفاصيل أكثر، هل هناك عمر مناسب للحديث فيه مع الأطفال؟ ما هو هذا العمر عشان نبدأ نفتحهم بهذه القضايا السياسية والوطنية والدولية؟ يمكن أن نبدأ بمفاتحة الطفل منذ عمر 7 سنوات، وهو العمر الذي يدخل فيه المدرسة. هتصبح الطفل في هذا العمر قادرا على تقبل معلومات جديدة والفهم بشكل أفضل، ولكن بحسب سنه. يعني في سن 7 نبدأ له في التمهيد والأشياء البسيطة، أسماء الدول، أسماء الأماكن، ما الذي يحصل حولنا في العالم بطريقة مبسطة، بطريقة هادئة، بدون أن نعطيه قلق أو خوف أو نرعبه من الواقع الذي من حوله. بعد ذلك نتدرج له بالمعلومات من 7 إلى 10. بعد سن 11 عام يستطيع الطفل بعد ذلك أن يفهم الأمور بطريقة أكثر عمقا، ممكن أن نكلمه على القضايا الشائكة أو الأمور التي فيها صراعات أو الأمور التي فيها اعتداء على بعض الدول، ويتدرج بنا الحديث حتى يستطيع أن يفهم هذه الأمور بطريقة مبسطة وتكبر معه هذه المفاهيم مع الوقت. طيب ما هي الطرق المناسبة أستاذ عفاف؟ يعني مثلا إحنا في اليمن مرينا بظرف سيء الغاية وحروب، بالتأكيد الطفل بيعيشه، لكن مثلا اللي هم في الخارج، هل بالضرورة أن أنا أحكي له كل المعاناة التي يعانوها أهلنا في اليمن؟ أيضا ظهرت قضية فلسطين وأهمية يعني غرس هذه المفاهيم الوطنية بالنسبة لأطفالنا. ما هي الطرق التي تجعلنا أولا لا نشعرهم بخوف أو قلق بأن حياتهم في خطر، وبنفس الوقت نوصل لهم الفكرة بأفضل طريقة؟ طبعا أن أعتقد أن الطفل ليس لديه إدراك بما حوله، هذا معلومة غير صحيحة. فالطفل لديه إدراك بالأشياء التي تكون حوله، ولكن يعني تختلف عن الطريقة التي ندركها نحن، ويعتبر يعني أن احنا نظلم الطفل عندما لا نعلمه بما يدور حوله، لأنه سوف يكبر ويصاب بالصدمة من الأشياء التي سوف يكتشفها. ونريد أن نعرف أنه في أمريكا يحاولون تعبئة أطفالهم من سن 3، يعني وهو في أصغر من سن الروضة، يعبئونه بالأفكار والأشياء الرأسمالية والأشياء التي يريدون أن يحققوها في المستقبل. أما في الكيان الصهيوني فإنهم فيما قبل سن المدرسة وهم يعبئون الأطفال بأشياء كراهية ضد أطفال العرب. إذا كان هذا ما يدور حولنا، فلا بد علينا نحن كأمة عربية وإسلامية أن نحاول أن نجعل أطفالنا أكثر إدراكا لما يدور حولهم، ولكن كما قلنا بدون أن نجعلهم متطرفين ولا لديهم كراهية، وبنفس الوقت لا نجعلهم قلقين ولا خائفين. نعطيهم هذه المفاهيم بطريقة مبسطة كقصص كحكايات، نحكي لهم الأطفال في الأماكن الأخرى ما الذي ينقصهم وما الذي يعانون وما الذي نتمنى لهم أن يعيشوا فيه، نحكي لهم عن البلد المنشود الذي نتمنى أن يكون عليه بلادنا من السلام والأمان والتوافق والديمقراطية، نحكي لهم عن السياسات التي قد تحرم بلدان من أشياء أساسية يحتاجها جميع الأطفال وجميع، فنبدأ لهم من الأشياء التي يلمسوها، حقوقهم في اللعب، حقوقهم في التعليم، حقوقهم في اللباس والسكن، ونبدأ يعني نبسط لهم أنه الأطفال في أماكن الحروب لا يتمتعوا بهذه الأمور، حتى يتولد لديهم التعاطف ويتولد لهم الإحساس بالآخر. وكلما كبروا كما قلنا في السن بعد سن 7 نبدأ بإعطائهم مفاهيم بسيطة، كأن نوضح لهم عن طريق المجلات والكتب والخرائط أين تقع هذه الدول وما أسماءها، حتى يكونوا فاهمين واعين للوضع من حولهم. نعم، بالأخص يعني شفنا يعني الحوثيين أيضا استخدموا هذه الوسائل في المدارس في الأنشطة الصيفية، وأيضا الكثير من المناهج والملازم اللي حاولوا ينشروها في أوساط الطلاب اليمنيين علشان يتخلى هذا الطفل عن مفاهيم
مفاهيم الثورة، مفاهيم الوحدة، المفاهيم اللي تربينا عليها وللأسف واللي صارت اليوم يعني صار العالم يعني يخيف الحوثي في أن الطفل أو الشاب اليمني يعني يمارس حريته في التعبير عن حبه لوطنه. لكن لو تكلمنا على موضوع القضايا أو استخدام القصص، معذرة، استخدام القصص التاريخية ومحاولة استخدامها كطريقة لتخدم الأهل في تعليم الأطفال، فكيف يمكن أن نستفيد من هذه القصص التاريخية السياسية في يعني نقول تبسيطها لدى الأطفال؟ هذه رائعة جدا. طبعا الطفل يتفاعل مع القصص بشكل كبير، فكلما حاولنا تبسيط قصص الثوار وقصص الناس الذين أحدثوا فرق في مجتمعاتهم، كلما حاولنا أن نجسد معاناة الشعب اليمني أو معاناة الشعوب سواء بفلسطين أو في أي مكان آخر، معاناة الشعوب المظلومة بقصة شخص أو عائلة أو أسرة عانت وحصل لها كذا وحصل لها كذا، كلما قربنا هذه المفاهيم للطفل. يعني نحن نحاول أن نبسط هذه المفاهيم ونحاول أن نلخص قصة مثلا فلسطين في قصة عائلة حصل لها كذا واعتدى عليها اليهود وهجرت من بيتها وأصبحت تعاني الجوع وتعاني هكذا، يعني بشكل مبسط نحاول أن نجعل القصة تجسد المعاناة التي عاشها شعوب هذه المنطقة، وبدون أن نعطيهم مشاهد مرعبة أو نعطيهم خوف كثير أو قلق كثير، إنما كجانب معلومات. يعني أنت لا بد أن تعلم أن هذه البلد تعرضت لكذا وكذا وكذا، وهي حرمت من كذا وكذا وكذا كما قلنا في السنين الأولى. بعد السن 11 سنة أو 14 سنة يعني يستطيع الطفل بعد ذلك أن يستوعب أن ندخله في الصراع السياسي وأن نقول له أن هذه الدولة تعادي هذه الدولة وهذه الدولة تتعدى على هذه الدولة، يبدأ يتفهم هذه الأمور. نعم. لكن أستاذ عفاف اسمحي لي، يعني في هذه النقطة يعني الجيل الجديد هذا جيل واعي إلى أبعد حد وجيل يعي تماما ما حوله، يطلع ويفهم ويشارك في المدرسة بأحداث كثيرة. يعني نحن لاحظنا يمكن كثير من الأباء والأمهات كيف أن الأبناء أصبحوا هم يعني رقيبين على مسألة المقاطعة، على مسألة ما يحدث لفلسطين، لا يعني خاصة يعني مسألة المقاطعة ما شاء الله عندهم نفس عالي ورقابة عالية في هذا الجانب. هذا الوعي الذي يتشكل بالنسبة لهذا الجيل كيف ممكن أن أستفيد منه وأهدفه للحصول على أعلى غاية ممكنة دون طبعا تجريح للطفل وبدون المساس بفطرته السليمة؟ وجود حس المقاطعة لدى الأطفال هذا يدل على وعي الأسرة والمدرسة والمجتمع، بحيث أننا بطرق سلمية وبطرق واعية وبطرق قوية نحاول أن نتمرد ونحاول أن نعلن على اعتراضنا على الدول الاستعمار او الانتهاكات التي تحصل. فهذا مرتكز جميل جدا، بحيث اننا نستطيع من خلال الوعي، من خلال المقاطعه، من خلال التمسك بالقيم والاخلاق والعلم ان نكافح هذه الخطط الاستعماريه ونكافح هذا الظلم الذي تتعرض له شعوب هذه المنطقه. فوجود هذا الاساس عند الاطفال رائع جدا، ويحتاجوا منا كثير من الحوار وكثير من المناقشات حتى نشكل لديهم مفاهيم سليمة للحياة الكريمة التي لابد أن نعيشها والديمقراطية والتسامح بين الشعوب، وأن ما يحصل الآن هو خارج كل هذه القيم وأنه لابد ألا يستمر. يعني حتى أصبح هناك يعني أماكن أخرى يحاولون من خلال التعليم ويحاولون من خلال الإعلام أن يجعلوا هذه الأمور خاطئة وأن معارضة الاستعمار هذه طريقة غير صحيحة، ولكن نحن نثبت أن حقنا في العيش بكرامة والحق حقنا في العيش بديمقراطية والعيش بأمان، وهذه أساسيات لا بد أن يتحلى بها جميع شعوب العالم، ولا بد أبدا أن نتخلى عن هذه القيم وهذه المبادئ. نعم. أستاذ عفاف أيضا في الجانب الآخر واللي هو الأهالي اللي أهملوا هذا الجانب على يعني على أطفالهم، كيف بيأثر غياب الوعي السياسي على حياة هؤلاء الأطفال في المستقبل؟ بيأثر بشكل كبير جدا. أطفال اليوم هم شباب الغد، يعني معانا 10-15 سنة وأصبح هو شاب، فأمامه طريقين، عندما سيكبر سيعلم ما يحيط به، وهو بذلك سيكون أحد شخصين، إما سيتعامل سيصدم بالواقع الذي يراه ويتعامل مع الأمور كلها بطريقة إرهابية بطريقة تطرفية لأنه لم يتعلم كيف يستطيع أن يستوعب هذه الأمور ولا كيف يقاومها بالطريقة الصحيحة،
والشيء الثاني أنه يصبح إماعة ويتخلى عن حقوق أمته وحقوق بلده في العيش بكرامة والعيش بديمقراطية، لأنه لم يتعلم هذه المفاهيم ولا يدرك قيمتها، فبالتالي سيكون متنازلا عنها وسيكون إماعة في أي مخطط، سواء كان هذا المخطط استعماري أو مخطط من الداخل أو من الخارج أو مخطط تخريبي، فهو بذلك سيكون لقمة سائغة لأي شيء. فأنا لابد نعطي أطفالي من الآن الأسلحة الصحيحة من العلم، من المقاطعة، من التفاهم، من الديمقراطية، من الحوار، من التعايش، بحيث يستطيع أن يصل إلى وطن آمن متحاور ومحافظ على حقوقه، لا يتنازل عن هذه الحقوق ولا يتطرف ولا يكون متحيزا إلى أي مكان ولا يكون متعصبا، على العكس لابد أن يكون مراعي لمصالح هذا الوطن ويحاول أن يصل إلى أعلى المراتب وأعلى المصالح التي يجب عليها أن يكون هذا الوطن، ولا يخضع لأي سياسة إجبارية ولا لأي سياسة تعسفية ولا ظلم ولا حرمان، بالعكس يريد حياة كريمة ويطالب بها بالطريقة الصحيحة حتى يحصل عليها. نعم، إذن أستاذة يعني هل هناك يعني وسائل ممتعة لجعل الطفل يستوعب ما يدور حوله من قضايا سياسية وقضايا وطنية على شكل أنشطة أو على شكل أفكار عائلية يمكن أن توصل الأهداف دون ملل أو دون يعني إجبار على فهم ما يحدث؟ نعم، في الأسر يستخدم كثير من يعني العائلات تستخدم نظام الحكايات، والبعض الآخر يستخدم نظام التمثيل، بحيث يقوم أفراد من الأسرة بتمثيل، أحدهم يمثل يعني شخص معتدي والآخر يدافع عن بلده وعن كرامته، أيضا من خلال المجلات والقصص وأفلام الكرتون والقصص التاريخية، من خلال كتب التاريخ و نحكيها ونسردها بشكل القصص. الأب عندما يحكي لأطفاله ما الذي عاشه في عهد الإمامة، الأم عندما تحكي ما الذي كانت تعانيه فيما قبل الثورة، هذه الأمور كلها تقرب الصورة إلى الطفل وتجعله يتمسك بما وصل إليه وبالحرية والكرامة التي يعيشها الآن، عندما يعلم أنه لم يكن في الماضي هناك مدارس، لم يكن هناك حدائق، لم يكن هناك أسواق، لم يكن هناك حرية، فإنه بذلك سوف يرى إلى هذا الواقع وسوف يستمتع أكثر وسوف يحافظ أن يتمسك عليه أكثر. وإذا ما جاء في الزمان أحد الأنظمة أو أحد السياسيين وحاول أن ينزع منه هذه الأشياء سوف يشعر بالنقص، على خلاف الطفل الذي لا يتم توعيته بهذه الأمور، فإنه لا يستطيع أن يعرف ما الفرق قبل وبعد، فلا بد من تنويع الأساليب ما بين قصة ورحلة وتمثيل أدوار والكتب المصورة وأفلام الكرتون والقصص، حتى يستوعب الطفل أبعاد وجوانب الحياة الكريمة التي نعيشها الآن والتي لا بد أن نتمسك بها ونحافظ عليها. أحد أيضا أستاذ عفاف، أحد أيضا المشكلات اللي ممكن تواجهها يعني الأهالي هي الطفل اللي يعني جاءت إليه بعض المفاهيم والمعلومات السياسية المغلوطة حول بعض القضايا المهمة الخاصة ببلدنا كيمن أو يعني قضايا محلية وعربية. الآن الأهالي كيف يتعاملوا مع هذه الموضوع، بالأخص اليوم الإنترنت يدخل بيوتنا و كثير من المعلومات والمصادر يعني متواجدة في أيدي أطفال، يعني أولادهم بيتلقوا معلومات خاطئة. كيف يتصرف الأهالي الآن في هذه الحالة؟ بالحوار الهادئ، يعني لا يمكن أبدا أن تكون العصبية أو الصراخ حل هذه المشاكل، على العكس الطفل يتلقى هذه المعلومات ويحاول أن يجد لها أدلة أو إثباتات من ما حوله، فإذا وجد أسرته ومدرسته ومجتمعه كله يعطيه معلومات أخرى فإنه سيحاول أن يثبت المعلومات الصحيحة، هو يريد دلائل، هو يريد أشياء تقنعه بالفكرة التي لديه، فإذا وجد المجتمع كله يقنعه بأفكار صحيحة ويعطيه إثباتات لهذه الفكرة فإنه سوف يقتنع، فكلما تعلم الطفل الحوار وكيف يزن الأفكار هذا سيجعل له يعني حصانة في المستقبل، لا أحد يستطيع أن يأخذ عقله ولا أحد يستطيع أن يغزو فكرة، أنا أعلمه كيف يقيس الأفكار، أعلمه كيف يوزن القيم، أعلمه ما هو الشيء الصحيح، إذا كان الكلام الذي يقولونه صحيحا فلماذا لا يطبقونه على أنفسهم، إذا كان الكلام الذي يقولونه صحيحا فلماذا ليسوا سعداء، لماذا ليسوا ناجحين، لماذا ليسوا ديمقراطيين ولا متسامحين، لماذا لا يستطيعون العيش معنا بطريقة صحيحة، لماذا أفكارهم التي يروجوا لها ليست قابلة للتطبيق في الواقع، بينما نحن ندعو إلى الديمقراطية، إلى الحوار، إلى التعايش، نحن متعاونون، نحن أكثر تسامحا، نحن أكثر علما، نحن أكثر راحة، نحن أكثر ديمقراطية، فأجعله هو الذي يزن الفكرة، هو الذي يقيس إذا كان كلامهم صح أم خطأ، هذا هو المعيار الذي لابد أن أجعل ابني يستطيع بوجودي أو بغيابي يزن الأفكار ويزن الأفعال ويزن الأشخاص، وأحاوره باستمرار. إذن شكرا جزيلا لك الاختصاصية الإرشاد الأسري الأستاذ عفاف الصلاحي، كنت معنا في هذه الفقرة من ديوان بلقيس، شكرا لك مرة أخرى. يعطيك ألف عافية.
عفوا جزيلا لك.